هذه صور لبراميل غاز مشغل صواريخ. هذا الغاز سام جدا، إذا انفجر فهو يؤدي إلى دمار شامل في شعبية الكفرة. هذا الغاز موجود في القاعدة الجوية من الكفرة. أتمنى من سكان الكفرة أن ينتبهوا في هذا الموضوع ويعملوا على ترحيل هذا الغاز بصورة سريعة. هذا الغاز يبلغ حوالي 50 برميل مضغوط،